بيزين لنا هذا غادي يضبط ان شاء الله بالربطه نحط له الدجاج ان شاء الله دجاج الاخيرات الشبكه الاخير حق الدجاج البيض رحمه على انه قصر منه شوي لكن تنحل ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله شلون ما شاء الله كله من الخشب اللي عندي له ابد ترى مو بحريص الدجاج اول ما حطيت بخاطر بسط تجرب تناظر يبي رفع منه كنوزنه نحط بسطه تكرمون رمل على انشاره شوي كل الدجاج يستكشفني ناظر شوف شوف سبحان الله طيب ايش تناظرين ورا ايش عندي تخير جايين يشيك من ورا لانه ودي اشتغل بالشبك ذا الحين ودي احط بالزاوية هذه كلبه مساري لان ان شاء الله الجمعة احتمال كبير باذن الله كان احنا نحيين بنقلبه دجاج الشبك هذا صغار بالعمر يمكن عمارة شهرين تقريبا او 3 شهور احطن هنا لكن بقسم هذا القسم ذا كلبه بحطه خشب عشان ابدا يوقعون فوق ينام البعض منكم قال لي ليش ما اول ما عقمت المكان نقلت على طول الدجاج هنا وخلاص جدا مهم السؤال هذا اول شيء انا اعطيت التحصين الدجاج الكبار كله بو التحصين ما تشتغل بيوم يبي له يومين 3 ايام ثم تشتغل التحصين تبدا تعطي الناتج باذن الله فلهذا انا وسعت الصدر شوي هذه نقطه بالحاله هذه انت سويت جميع الاسباب باذن الله ان جاء شيء فمرب العالمين ولله الحمد يعني ولا اعتراض على حكم رب العالمين لكن اسمك انك فعلت الاسباب باذن الله شكرا جزيلا كثرت الاسئله الصراحه عن البعض يقول عندي امراض جت رغم اني ما شريت طيور من برا مربين الدواجن كافه احيانا يقول طلع عندي مرض لكني ما اذكر اني شريت شيء من برا عشان اصير ناقل للمرض احيانا تكون انت اللي صنعت المرض ما جبته المرض كيف تقول لي شلون احيانا يصير عندك عدم النظافه داخل الحظيره انت اللي صنعت المرض بالحاله هذه واحده وشلون تبي تقول لي يصير عندك احيانا بعض عوامات علقت وبدت تصب ماء بالارض فبدت رطوبه البعض يقول خلى الدجاج مثلا يبردن او خلى الحمام يبردن او خل الى اخره هذه انت اللي صنعت المرض ما استقطبت المرض بمعنى ما جبت المرض من برا انت اللي صنعته داخل الحظيره بدون ما تدري بدون علمك النظافه لها دخل باذن الله انه ما يجيك امراض التعقيم شيء مهم داخل الحظيره لكن النظافه اهم واهم النظافه باستمرار عشان ما تصير قاعد انت تصنع مرض بدون ما تدري انت احيانا عمليه النظافه داخل الحظائر هذه تفكك والله من اشياء كثيره لان البعض يدخل علي يقول نشوفك مهتم بالنظافه يعني ما له داعي كله بالعكس بالعكس الاهتمام جدا هذا ممتاز يقيك باذن الله لان المرض احيانا اذا جاء عندك تعجز تطلعه من شبوك يبطي حتى وان استخدمت علاجات احيانا يبطي المرض يرجع كل بين فتره يبدا يرجع اضربك ثاني مره فخذ احتياطاتك من جميع النواحي خذ احتياطاتك والوقايه خير من العلاج خلاص اذا حطيت وقايات وبدات تعطي تحصينات كوقائيه فقط تبي تفتك باذن الله مع التنظيف عمليه التنظيف داخل الحظائر تحياتي لكم ومن الاشياء يعني مثال يعني حاضر على نفسي انا تذكرون قبل اسبوعين صورنا لكم الرومي يوم قلوا بسبه ان عدم النظافه جاء المرض والحين انا ادفع ضريبته الى حد الان المرض يطلع من عندي بسبه خطا بسيط قلت تهونت ايه باكر انظف عقبه لكن ايش عقبه يوم جانا مره انظف والحين قاعدين نعالجه عندي الفقاسه هذه بغير مروحتها بهونه الصراحه مثلا الرمان حق الدنم هو اللي متاكل تبي غيره طبعا هذه شاريه مستعمله يبي له صيانه شوي كنت حاب اسوي له صيانه فكيت مروحتها وعندي واحدة ثانية نفسها بعد هذه توماتيك طبعا النوع القديم وعندي واحدة ثانية بعد نفس الحكاية فيها مشكلة مروحتها فقلت حنا أبدأ بذي قبل إذا قضيت عاد إن شاء الله أبدأ بالثانية بعض يقول زيتها تزين تدور هذه ما في مشكلة بعملية الدوران لكن في عملية ضعف بعملية الدوران إذا كان في ضعف بترتب عليها التالي عندك الدروج هذولي
بيصير الدرج الأول والدرج الثاني بعملية توزيع حرارة جدا زين. إذا نزلت يبدأ يصير فيه مشكلة، كل ما نزلت يبدأ يقل، فيبدأ شوي شوي يبدأ ما يفكس عندك إلا الدرج الأول فقط، لأن في ضعف بعملية الدوران المروحة عشان توزيع الحرارة. هذه كذلك أخت الفقاسة قبل شوي، هذه فيها مشكلة بالمروحة. شلون اكتشفت؟ أول كنت أفقس به ممتاز جدا النسبة، هذه حاطة مخصصة للرومي، فقس به جدا ممتاز، ثم فجأة بدأ ينخفض عندي التفكيس عندي. أكشف على البيض مضبوط، لكن إذا وصلت اليوم العاشر يوقف عملية التكوين. إذا المشكلة فيه نقص بعملية الحرارة، عملية توزيع الحرارة كافة الفقاسة من الدرج الأول إلى الدرج الرابع. بما أني عند الفقاس أنا بعطيكم معلومات بسيطة عن فوائد، بعض الناس ما يدرون عن فوائد الفتحات حقت الفقاسة هذه. بعض الناس يقع بالخط هذا ما يدري وش فائدتها، يجي يقرب الفقاسة لما جدار، ولا يجي يسكر فتحات هذول يقول عشان ما يدخل علي مثلا فار ولا يدخل أي شيء. هذا خطأ، هذا أكبر خطأ. في فتحة شوفوا قبالها فتحة أخرى، بعلمكم الحين. فيه بعضهم يجي فوق، بعض الفقاسات يجي فتحة فوق. طيب لو نجيب هالريش هذه نشوف شو بتصير عليها. أنا حاطتهم تقصت، شوف تزين. يا سلام، هذه عملية طرد، يعني في عملية دخول أكسجين وفي عملية خروج. مش علشان يتنفس الجنين داخل البيض أثناء التكون. معنى أصح الفتحات اللي وردتكم قبل شوي لا تقفلهن مهما يكن، لأن في دخول هواء اللي هو دخول أكسجين وخروج. التوضيح، البيض عبارة عن مسمات أخرى، الجنين يتنفس عن طريق المسمات هذه. وشلون إذا حطيت البيض داخل الفقاسة وتكون الجنين، سبحان الله يبدأ يتنفس عن طريق المسمات حقت البيضة هذه. وش تترتب عليها عندما ينقص الأكسجين؟ تترتب عليها التالي. أول شيء بموت الجنين ممكن باليوم الخامس أو باليوم السابع أو باليوم العاشر، بيوقف عملية النمو. وش الأسباب؟ صار عنده مشكلة بنقص الأكسجين، بمعنى ما دخل عليه أكسجين اللازم، وأنت جيت وحرمت وسكرت فتحات هذه. ثم يجي بعض الناس يقول ما فقس عندي لا واحد ولا اثنين. اللي يصير قريب لما التيارات الهوائية دخوله هو اللي يفقس، واللي يصير بعيد هو اللي يفقده. فهذا بترتب عليه الفتحات حقت الفقاسة. مهما تكون الفقاسة كبيرة أو صغيرة، حاول أنك لا تقفلها. بنجي الفقاسة هذه، هذه فقاسة تعتبر من الجدد، تعتبر غالبية الفقاسات الجدد صار بهن مراوح من الخلف. هذه وش مهنة المروح هذه؟ هذه يسمونها مروح الطرد. وش شغلته؟ إذا ارتفعت درجة حرارة عن المطلوب راح تشتغل المروحة هذه وتطرد الحرارة الزائدة داخل الفقاسة. طيب ما فيها شيء؟ لا، في خطأ. الخطأ إنك إذا جيت يا طول العمر طبق السلام وقربت الفقاسة لما جدار واشتغلت مروحة الطرد، شلون تبي تطرد الهواء الحار بالشكل المناسب؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى، لا تيجي وتقربه كذلك من يسار لما جدار، كذلك تقفل على جدار مرة واحدة. نبي شغل الفقاسة، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، مضبوط. لأنك لو قربته في الفتحات هذه كذلك تبي تقفل المسمات، الأفضل أن تصير بعيدة عن الجدار من الخلف وتصير يمينه ويسار ما حوله شيء يقفل الفتحات حقة الأكسجين. وصلت المعلومة إن شاء الله، تحياتي لكم. إن شاء الله أنا وصلت المعلومة بالشكل المناسب، لأنه جاء الصراحة أسئلة عالية، فقلت دامي حول الفقاسات أنا بشرح على السريع. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعذرونا على القصور. يقولون بو طريقة انك تخلي الدجاج يرجن، والله ما بوش، انا عندي الدجاج الصراحة بلا شان ان يرجن، هذه راجنة تهوش. هذه كتبت ترجن بعد، وهذه راجنة تهوش. رديك يا الهوش، تدرون ترى هوش، ترى يدور حولي، لا تقرب الدجاج. يقول شوفون، شوفوا الدجاج هذول الحين، هذول ترى بشاير ما غلقن سنة عمرهن، هذول رجنات بداية رجن. شوفوا
مشكلة. هذولي بعد رجنات. لكن ترى عادة الدجاج اللي يرجن إذا احتمال جو يبدأ يرجن، وخصوصا وقت هذا تكثر. أنا شفتها حين خطمت على 3 شبوك تو ألقط البيض، كل شبك بودججتين، كل شبك بودججتين. الشبك هذا لقيت بثلاث دجاج رجنات. سقروك جن. شفت شلون زينت بصندوق هات ينزلون هنزول. هذه فائدة إذا حطيت إن شاء الله خشب تغذي البيضة نظيفة، هذه فائدتها ما شاء الله. حتى وإن بغيت تنظف البيض ترى تصير تنظيفه سهل، يعني أسهل من إنه يصير متسخ كل البيض. لكن إذا صار تحطن إن شاء الله خشب أو تكرمون حطن تبن ولا شيء يصير سهل تنظيفه. شوف شلون لون البيض ما شاء الله تبارك الله. أحيانًا ترى أتكلم عن مواضيع أنا بسناب خليه تفاصيل مملة لعدة أسباب، وأدري إن في ناس عندي أن يتابعون لهم مجال طويل مجال الدواجن ندري، لكن في غيرك ما يعرف، فودنا نفتح إن المجال غيرنا ولا أنا والثاني والثالث يعرفون هذا لو شلون عرفوا. ودائما الأشخاص اللي يجون لمك والناس عامة اللي ما يعرفون يبون الشخص اللي خاطمة عليه جميع المشاكل، علشان توصل له المعلومة بشكل سلس. بمعنى أصح أنت تعبت وخطمت عليك مشاكل، أنت راح توصل الحين المعلومة للشخص الآخر عشان ما تخطم عليه نفس المشاكل اللي خطمت عليك. فهو يجي يقطع مسافة، بدل ما يقطع كل هالمسافة هذه يدخل بالمشاكل لا ينقزه ويتعداه شوي. فأحيانا أدري أنا في أشخاص عندي مبتدئين، عشان كذا أحيانا أفصل تفاصيل مملة. النقطة الأخرى أدري فيه نقص بعض المعلومات، والناس يبون الشخص اللي معاه لنا مشاكل دي كله. تحياتي لكم. يوم أتكلم أنا قبل شوي لأنه التفاصيل المملة مطلوبة أحيانا بل غالبا. اختصر علينا يعني لعدة أسباب، لأنه حنا بوقت سرعة مطلوب منك 60 ثانية تعطيني تفاصيل بسرعة، ولا أقدر أجيب لك كتاب وأقدر أقرأ لك والدجاجة لا تبيض ولا بيضة لكن مطلوب منك أحيانا تفاصيل، يعني تنزل مستويات تعابل جميع الأعمار هذه، تمشي على جميع الأعمار وجميع المستويات عشان توصل المعلومة. ما شاء الله بارك ما شاء الله. هذا اللي هو شو ترى عنا عليه أبعد يا المسلمين. هذا اللي هو شو ترى تطلع كنت تصير حذر يدكم دور مشاكل. ما شاء الله